هاي جورجيس، أنا منة العبد، واليوم حوريكم إزاي بعمل روتين ليلي. أول حاجة دايماً بغسل وشي ونشفه، وبعد كده باخد المنتجات الأربعة اللي انتو شايفينهم على الشاشة وابتدي الروتين الليلي. أول منتج بستعمله هو المويشتر بريب لوشن، وده لوشن بستعمله على الوجه باستعمال القطنة. حط اللوشن على القطنة وبعد كده باخده وحطه على الوجه. طبعا في تغيير الجو بحب دايما اخد عناية تامة ببشرتي عشان ما تنشفش، وفي نفس الوقت بيبقى شكلها حلو للمكياج بعد كده. بعد كده باخد التوتال مويستر وهو كريم للوجه، بحط شوية على ايدي كده وبعد كده بحطه على الوجه. زي ما انتوا شايفين طبعا الكريم ده بيساعد على ترطيب البشرة، وفي نفس الوقت لو جلدك بينشف في الجو ومع تغيير الجو والحرارة ده بيساعد على ترطيب البشرة ويخليها ناعمة. بعد كده اخد اكسبويتنت وده كريم للعيون، بحطه تحت العين. طبعا بيساعد على تفتيح البشرة تحت العين، وفي نفس الوقت اي نشفان تحت العين بيرطبه وبيديني يعني اطلالة لذيذة عشان بحس ان الهالات السوداء بتقل. طبعا بعد ما بخلص ما بنساش الحواجب خالص، عشان كده باخد البرافو كونديشنينج برايمر، وده برايمر للحواجب عشان يعتني بحواجبي. بعمل تويست من تحت عشان يطلع لي المنتج من فوق، واخد المنتج وابتدي امشط بيه الحواجب. زي ما انتوا شايفين طبعا انا عندي فراغات في الحواجب، وده بيساعد ان هو يملى الفراغات، وفي نفس الوقت بيديني حواجب كثيفة بعد 21 يوم. طبعا دي حاجة بالنسبة لي يعني مهمة جدا، ان يكون عندي حواجب كثيفة من غير اي منتج. وبكده يكون خلصنا الروتين وخلاص كده انا مستعدة دلوقتي انا اخش انام. وبكده يكون خلصنا خلاص الروتين الليلي اللي انا بعمله قبل ما انام. وطبعا الروتين سهل وبسيط، ما بياخدش وقت خالص، بس لازم تعرفي ان الروتين اللي بتعمليه قبل ما تنامي بتعتني بالبشرة، وفي نفس الوقت بشكلك احلى لما بتحطي المكياج عشان بيبقى بشرتك ناعمة ونظيفة، وفي نفس الوقت المكياج بيقعد عليها اكتر واحلى. طبعا مهم جدا ان انت تعتني ببشرتك وتشربي ميه كتير، وفي نفس الوقت تكون عندك روتين قبل ما تنامي. يا ريت تكونوا استمتعتوا معايا النهارده، واشوفكم تاني ان شاء الله. باي.